ازيكم، كيفينكم يا متابعين على قناة هدية الأكل والخبيث. النهاردة هنعمل حلقة مخصوص لعياد الكريسماس ليصلكم كل جديد من وصفاتي. الرجاء أن تشتركوا على قناة هدية الأكل والخبيث، وأيضا ممكن تتواصلوا معي على صفحاتي الاجتماعية في الفيسبوك والإنستجرام. النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة جدا، هي الرز باللبن مع فاكهة التوت وفاكهة العاطفة. المقادير اللي هستعملها هي ربع كوباية من الرز ونص كوباية من السكر، وهحتاج برضو 2.5 كوباية لبن كامل الدسم. هضيف للرز باللبن نص ملعقة كبيرة من الكاستر باودر، أو ممكن تستعملوا كون فلاور اللي هو النشا. هحتاج برضو ملعقة صغيرة من الفانيليا بيست، أو ممكن تستعملوا السائل. وهنا عندي مربى مكثفة بتحت التوت، ممكن تستعملوا مربى أخرى. وهنا عندي برضو فاكهة العاطفة المكثفة. لتزيين الرز باللبن هحط كوجي بيريس، هو نوع من أنواع التوت. هبتدي في الأول إن أنا أغسل الرز وهخليه يتنقع في المية تحت لمدة ساعة. في الوقت اللي فيه الرز منقوع هبتدي أحضر اللبن السائل بتاعي، فهضيف لللبن نص كوباية السكر وملعقة صغيرة بتاعت الفانيلا بيست، وبعد كده النص ملعقة كبيرة بتاعت الكاستر باودر، وهخلطهم مع بعض لحد ما يدوبوا. في الوقت ده هبتدي هحضر كاسات التقديم اللي هصب فيها الرز باللبن. فهنا في قاع الكاس حطيت ملعقة صغيرة من مربة التوت دي. مربة التوت اللي استعملتها هنا هي راسبري كونزيرف، لكن انتم ممكن تستعملوا اي نوع بتحبوه. بعد ما نقعت الرز لمدة ساعة او يمكن اكتر من ساعة، هبتدي حسلقه على نار هادية وحضيف له كوباية ونص من المية. طريقة تسوية الرز وسلقه قبل ما أضيف له اللبن ده بيسرع من وقت التحضير، فهنا الرز بالسلق في مدة 7 دقائق قبل ما أضيف له اللبن. هنا خلاص بعد 7 دقائق الرز استوى وشرب المية بتاعته كلها، بعد كده هخليه يدفى قبل ما أضيف له اللبن. مع إضافة اللبن هولع النار على شمعة هادية جدا جدا، وهبتدي هقلب فيه. بعد كده هحول للمضرب اليدوي وهقعد هضرب فيه هو وبسخن معايا عشان الكاسترد ما يكلكحش. هنا بعد 5 دقايق ابتدى اللبن يسخن معايا ويتخن، ويبتدت تظهر الفقاقيع من فوق. ده دليل انه ده القوام المظبوط للرز باللبن ده. هطفي النار عليه وخلاص. هخلي الرز باللبن يبرد شوية قبل ما أوزعه في كاسات التقديم. شايفين قوام الرز باللبن تقل ازاي؟ وكل ما هيبرد هيتقل شوية، هيبقى زي الكاسترد. هنا خلاص أنا خلصت كل الكمية. بعد كده هزين الوجه بتاعه بفاكهة العاطفة المكثفة اللي هي الباشن فروت كولي. ولو مش موجود عندكم فاكهة العاطفة المكثفة اللي هي الباشن فروت كولي، ممكن تزينوه بمانجا مكثفة أو بمربة التوت اللي احنا حطيناها في الأول في قاع الكاس. وأنا هنا كملت التزيين بفاكهة اسمها كوجي بيريس، هي نوع من أنواع التوت وفرع النعناع الفريش. بصراحة أنا بقدرش أقاوم الرز باللبن ده، مش بس عشان هو فيه ألوان قوس القزح، بس بصراحة طعمه مميز جدا، بالذات إنه فيه طعم فاكهة العاطفة ومربة التوت. شكرا كثير جدا لمشاهدة هذا الفيديو. لوصفات سودانية مصرية أفريقية أو عالمية، من فضلكم دعموني بالاشتراك على قناتي هدية الأكل والخبيث، حتى ألقاكم في وصفة جديدة. يلا مع السلامة.